الشيطان يسعى في صد الإنسان عن الطاعة والإحسان بكل وسيلة تكون في إمكانه ومقدوره، ولا يألو في ذلك جهدا، ولكن المؤمن البصير يفزع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه في الاعتصام به من كيد الشيطان بما جاءت به الشريعة من الأقوال والأعمال، الأوراد والأذكار والأعمال الصالحة التي تؤيس الشيطان من الإنسان وتبعده عنه وتصرف كيده وتذهب وسوسته.